السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي درسنا النهاردة درس وستين. تعال نشوف بيقول لك هنا قدر ناتج حاصل الضرب ثم أوجد الناتج الفعلي هنشوف المسألة كده مع بعض بيقول لنا 6 في 8 ستة في 8 لما نيجي نقدرها كان بنقول خمسة في 8 بكام؟ باربعين. إذا الناتج الفعلي أكبر من التقدير يعني معنى كده ان ستة في تمانية هيكون الناتج بتاعها اكبر من إيه؟ من الاربعين تعال نشوف الناتج بتاعها الناتج الفعلي ستة في تمانية بكام بتمانية واربعين يبقى فعلا الناتج الفعلي اكبر من التقدير بيقول لك هنا قدر ناتج حاصل الضرب ثم اوجد الناتج الفعلي جايب لي المسألة هنا بيقول لك ايه سبعة في خمستاشر لما نيجي نقدرها هقدرها ان السبعة دي بقت عشرة وهضرب العشرة مرة في الخمسة وهضرب العشرة التانية في عشرة عشرة في خمسة بكام بخمسين وعشرة في عشرة بمية خمسين زائد مية بمية وخمسين إذا الناتج الفعلي هيكون أقل من التقدير اللي هيكون أقل من كام؟ من مية وخمسين تعال نشوف الناتج الفعلي كده الناتج الفعلي هنقول سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين وسبعة في عشرة سبعين يبقى خمسة وتلاتين زائد سبعين بمية وخمسة فعلا كده الناتج الفعلي أقل من التقدير أقل من مية وخمسين شوف المسألة دي كمان بيقول لك إيه قدر ناتج حاصل الضرب ثم أوجد الناتج الفعلي جايب لي مسألة أربعة في ستة في عشرة التقدير بتاعها كأني بقول أربعة في عشرة باربعين وهنقدر الستة دي بقت خمسة يبقى اربعين في خمسة بكام بمئتين يبقى الناتج الفعلي هيكون ايه اكبر من التقدير هيكون اكبر من كام من المتين تعال نشوف الناتج الفعلي لو ضربنا اربعة في عشرة باربعين في ستة اربعين في ستة بكام بمتين واربعين بيقول لك هنا قدر ناتج حاصل الضرب ثم اوجد الناتج الفعلي جابلك المسألة بالشكل ده تاجر فاكهة لديه تمن صناديق من الفاكهة، في كل صندوق أربعتاشر كيلو جرام، كم كيلو جرام مع التاجر؟ يبقى المسألة عندنا هتكون كام؟ ثمانية في كام في أربعتاشر، ثمانية في كام في أربعتاشر، لما نيجي نجيب التقدير بتاعها هنتخيل إن التمانية دي بقت خمسة، وهنضرب الخمسة في أربعتاشر، خمسة في أربعتاشر بكام؟ بسبعين، يبقى إذا الناتج الفعلي هيكون ماله أكبر من التقدير. تعال نشوف الناتج الفعلي بتاعها الناتج الفعلي تمانية في أربعة عشر تمانية في أربعة بكام؟ باتنين وتلاتين اتنين ومعانا التلاتة واحد في تمانية بتمانية وتلاتة يبقى عشر يبقى فعلا الناتج الفعلي أكبر من الناتج الإيه؟ من التقدير يعني مية واتناشر أكبر من السبعين أشكركم وإن شاء الله أتمنى أن تكونوا فهمتوا ونلتقي مع في الدرس القادم